بسم الله في كل ابتلاء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن الكريم، ومن أحب القرآن الكريم فليحب المساجد، فإنها أبنية الله في أرضه. أيها السادة، القرآن الكريم يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات، قارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، والمقيم بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه، والمقيم بمدينة طنطا. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم جميعا بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش قوي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم، وما نرى معكم شفعاءكم
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله ذلكم الله فالق الإصباح فالق الإصباح ذلك تقدير العزيز العليم.
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها
ومن النخل مهطل عناكن ونداني وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه
سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه. وجعلوا سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. لا خالق كل شيء فاعبدوه. لا إله.
وعلى كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فمن أبصر صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاقتلنا مع الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمح حضرتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه وقارئ الاذاعات المصريه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع والمقيم بمحافظه الغربيه وقارئ مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي رضي الله عنه وارضاه فضيله القارئ الحاج محمد احمد بسيوني القارئ والمقيم بمدينة طنطا. كان معكم بتوفيق من عند الله الاذاعات الصوتية والانارة الكهربائية ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى
التي تطلب وتوجب من إدارة الحاج عطية مصطفى المحل الأول في زاوية دروان والمشهود له في جمهورية مصر العربية.